معنى آية فيسحتكم بعذاب. وردت آية فيسحتكم بعذاب في قوله تعالى في سورة طه بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ويتساءل الكثيرون عن معنى آية فيسحتكم بعذاب. اشتملت سورة طه على قصة موسى وفرعون عندما دعا فرعون السحر ليقوموا بالتغلب على موسى عليه السلام، وتشير آية فيسحتكم بعذاب إلى أن نبي الله موسى عليه السلام قال للسحرة الذين أتى بهم فرعون: لا تختلقوا الكذب على الله تعالى، ولا تتقولوا الكذب عليه فيصيبكم هلاك بذلك، ويبيدكم ويستأصلكم بهلاك وعذاب شديد. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قوله في هذه الآية: أي يهلككم. وأما قتادة فقال في معنى آية فيسحتكم بعذاب أي يستأصلكم بعذاب فيهلككم. وأشار السعدي في تفسير هذه الآية الكريمة إلى أنه عندما اجتمع موسى عليه السلام مع السحر الذين توافدوا من جميع البلدان بدعوة من فرعون عدو الله، وعظهم موسى وتوجه إليهم بدعوة صادقة إلى الإيمان بالله والتصديق بالحق الذي جاء من عنده، مقيما عليه الحجة البالغة، وفي النهاية حذرهم من عاقبة تكذيب رسل الله تعالى والافتراء على الله وتكذيب معجزاته، فقال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وعلى ذلك يكون معنى الآية: أي لا تكونوا إلى جانب الباطل وتنصروا فرعون بما أعطاكم الله من براعة في السحر، وإياكم أن تفتروا على الله كذبا، وإلا سوف يستأصلكم بعذاب من لدنه، وسوف يخيب افتراؤكم وسعيكم، وفي تلك اللحظة لن ينفعكم شيء، لا الجاه ولا النصر ولا المال عند فرعون، ولن تسلموا من عذاب الله تعالى بعد افترائكم وتكذيبكم له. يقال أن عدد السحرة كان بنحو 72 ساحرا، وكل واحد منهم يحمل حبلا وعصا، وقيل كانوا 400 ساحرا. وقد انتهت تلك المحاورة والموعظة بإيمان السحرة واعترافهم بالله وبالحق الذي جاء به موسى عليه السلام. وكذلك ورد في تفسير ابن كثير أن تلك الآية تشير إلى السحرة في خطاب موسى لهم، ومعناها: لا توهموا الناس بسحركم حتى يروا أشياء لا حقيقة لوجودها، وتوهموا الناس أنها أشياء مخلوقة، فتكونوا قد كذبتم على الله تعالى، وعند ذلك سوف يهلككم بعذاب وعقوبة هلاكا لا بقية لكم من بعده، والله تعالى أعلم.